محمد، ما من عبد قرأ هذا الدعاء إلا غفرت ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثل الرمل والحصى وقطر الأمطار وورق الأشجار ووزن الجبال وعدد ريش الطيور وعدد الخلائق الأحياء والأموات وعدد الوحوش والدواب، يغفر الله تعالى ذلك كله. ولو صارت البحار مدادا والأشجار أقلاما والإنس والجن والملائكة والخلق الأولين والآخرين يكتبون إلى يوم القيامة لنفد المداد وتكسرت الأقلام ولا يقدرون على حصر ثواب هذا الدعاء. يقولون إن الدعاء كالتالي: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأول.